يلا دابا بدا تقرب للخط الشباب من دابا قرب مزيان هاكا يلا قاد الطوموبيل دابا ولكن جي قريب جي قريب مزيان باش بلاصي مزيان سير ورا الطوموبيلة بالكحلة صافي تسنى اللي وراك دابا تيرجع كيف ما كتلاحظوا في ستاسيونو كاينين ثلاثة ديال الأماكن ديال الركن هو دابا بدا كيرجع دابا بدا ترجع نتايا السيارة البيضاء غادي ترجع تستاسيوني في الواحد والسيارة الجري غادي ترجع تستاسيوني في الجوج والسيارة الكحلة غادي ترجع تستاسيوني في رقم 3 على العموم ملي كتاخذ العبار الاول ديال الحديده كتطور المقود على اليمين وكدير السينيال على اليمين غير هو عندك تشد على الحديده الوسطانيه ديما شد على الحديده اللي على اليسار من بعد كترجع كتاخذ العبار الثاني على حساب كيفاش كتخدم هاد العبارات كاين اللي كيخدم بالعلامه كاين اللي كيخدم بالخط المهم انت اللي عليك دير العبارات اللي تدربتي عليهم فقط ما ديرش شي حاجه اخرى اللي انت ما عمرك جربتيها وجيت النهار الامتحان وتجربها من بعد ملي كتاخذ العبار الثاني كترجع بشويه حتى كتقاد الطوموبيله خاص ضروري تكون مقاده ما تكونش عوجه على اليمين باش ما تضربش الحديده اللي وراك وما تكونش عوجه على اليسار باش ما تبقاش الرويده القداميه فوق الخط الابيض زير واحد شويه بقى عوجه ومن بعد كتقاد الرويد كدير دوره ونص لانك كنتي مدور كلشي على اليسار ملي كتقاد الرويد ما خصكش ترجع للور باش ما تضربش الحديده اللي وراك وما تزيدش لقدام باش ما تضربش الحديده اللي قدامك ملي تبغي تخرج المهم هو انك تاخذ هذه المقاييس بواحد الدقه لان عندك غير 6 متر ديال ستاسيونمون يعني خصك تبلاصي بلا ما تضرب الحديدات بلا ما تقيس الخطوه بلا ما تقيس الخط اللي على اليسار كيف ما دار المرشح اللي معنا يلا دور كل شيء على اليسار وخرج دابا يلا دابا المرشحين اللي معنا غادي يقوموا بنصف دوره قبل ما نقوم بنصف دوره كيتوجب عليا اولا ندور المقود ديال السياره على اليسار قبل ما نغير المستوى الاول لان مجرد انك كدير المستوى الاول كتزيد القدام وكتنسى ما كتدورش المقود ديال السياره الامر اللي كيخليك انك تقدر تقيس الحديده ديال ستاسيونمون من بعد مباشره كنمشي حتى لعند الخط اللي في الامام هاد الخط اللي كنعتبروه حنا رصيف لان كاين بعض الحلبات كيكون في بلاصه هاد الخط كيكون رصيف فبالتالي كيخصني نوقف وما خصنيش نقيسو بالامام ديال السياره الخطا اللي كيرتكبوه بعض المرشحين هو انه مباشره ملي كيوقف كيدير المارشارير وفي هاد الحاله كينسى ما كيدورش مقود السياره لانه مباشره غادي يرجع كما غادي تلاحظوا في هذا الفيديو بان هذا المرشح نسى ما دورش الفولون بالتالي شنو غادي يوقع الطوموبيل غترجع غير للبلاصه ديالها لاننا حافظنا على الاتجاه ديال العجلات دايرين على اليسار وفي هذه الحاله ما غاديش تتم العمليه ديال نصف دوره فغادي يكون خطا وهذا كيستوجب الرسوب في الامتحان لان المرشح بمجرد انه كيدوز المستوى ديال السرعه سواء المستوى الاول او المستوى الثاني مباشره كيقول لي العقل ديالو خصك تزيد يعني واحد نسبه كبيره كينساو انه ما كيدورش المقود على الاتجاه المعاكس او على اليمين بينما الصحيح انه مجرد انه يوقف يدور كل شيء على اليمين هو الاول عابش يدير مارشارير من بعد كيرجع وكتكون هاد العمليه صحيحه كيرجع حتى كيقرب للرصيف الخلفي باش تكون واحد العمليه كامله ديال نصف دوره باش الى دار على اليسار من بعد لاحظوا ها انتم المرشح كيدور المقود هو الاول من بعد غيدير المستوى الاول ديما نسبق الفولو عابش ندير برومي فاش رجع مزيان حتى للرصيف وكمل دومي تور ديالو لاحظوا ما غيقش الخط القدامي اللي كنعتبروه رصيف اذا الخلاصه باش تقوم بواحد نصف دوره صحيحه وسليمه كيخصك ديما تدور الفولو هي الاولى من بعد بدل المستوى الاول او المستوى ديال الرجوع الى الخلف طبيعة الحال ما خصكش تقيس الخط اللي قدامك او الرصيف اللي قدامك وملي ترجع حتى تقرب للرصيف اللي في الخلف ديالك واللي باقي ما تابوناش في القناة يتابونا والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته